كل من طلب القربة والشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرك الأكبر. كاسم جمنوي كاسم جمنوي سيئن بي الله سبحانه وتعالى سيئن بي نعطاك من سمات بيب قرب جان كيجي بركا دا شرك دا جبوه الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يأتي لأصحاب القبور نسأل العافية والسلامة لوي من الخلاق قطب كان قبور صلى الله عليه وسلم وحان خلق قطب يطلب منهم الشفاعة، يطلب منهم الجنة، يطلب منهم الولد، يطلب منهم إنزال الغيث المطر قطب دا صم تان سو أمبي قبور صم بنجيه أمبي بلن رو صم أبراب التين كرب بيبيا لوجي كون جاو تراب صمات أمبي قبور. هذا لا يقدر عليه الميت وهو حي، فما بالنا وهو ميت، هذا هو الشرك الأكبر. هذا شنو؟ نحن سلام نو كمين سما تبقى كروب جان دم باي بدال عاي بوقات لاي بوقات كرام تأجي كماج من نحن كي جي مجد دم موي رو